اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا رؤوف. في قناتي هتلاقوا كل حاجه بتخص الحوامل والامهات وعالم الامومه بشكل عام. فلو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا، دوسوا على زرار الاشتراك وزرار الجرس اللي جنبه عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بعمله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان يفيد امهات اكتر واكتر. هستناكم ان شاء الله تنوروني في معرضي، معرض لينا بيبي ستور في اسكندريه، لكل مستلزمات الحوامل والبيبيهات من اول ما تعرفي ان نونو في بطنك ولغايه سن 4 سنين. هسيب لكم كل الديتيلز في صندوق الوصف تحت الفيديو. في الفيديو النهاردة هنتكلم على منتجات سانوسان، من افضل منتجات العناية والشامبوهات والصابون والشاور جل للاطفال، وكمان في امهات بتستخدمها من كتر ما هي كويسة وممتازة جدا. ماركة سانوسان كل منتجاتها مصنعة في المانيا، made in Germany، هنلاقي مكتوب عليها، وفي بتبقى 0% مكتوب عليها تحت في الدايرة الاورنج اللي على اليمين، 0% من مادة الكحول والفورمالين والكورتيزون اللي هما طبعا اثبتوا ضررهم على بشرة الطفل، واللي موجودين في ماركات تانية كتيرة مشهورة وبتتباع باسعار غالية وطبعا مش امنة ابدا على بشرة الطفل ولا على جسم الطفل. نازل من سانوسان كل منتجات العناية ببشرة الطفل، وزي ما انتوا شايفين بيبقى من ورا مكتوب made in Germany اهو في المستطيل الاغمق ده، بيبقى مكتوب made in Germany، وهي طبعا ميزتها انها مصنوعة في المانيا ومنتجات بجودة فوق الممتازة وباسعار متوسطة، مش اسعار غالية زي ماركات ماستيلا مثلا اسعارها عالية جدا، الحاجات بتاعتها بتوصل ل 300 جنيه و 350 جنيه، لا دي اسعارها الحمد لله في الرينج المتوسط، اسعار انا مش عايزة اقول اسعار عشان ساعات مع الوقت الاسعار بتزيد او كده، فمش عايزة ان يبقى بقول اسعار، بس الرينج اللي هو ايه 50 45 55 65 كده يعني، وحجمها مناسب، بتتحط في اي جيب شنطه سواء الامامي او الجانبي او الخلفي، وطبعا بتبقى يعني محكمه الاغلاق، ما بتدلقش ولا بتتفتح بسهوله، علشان ايه تبقي مطمنه وانت حطاها في شنطه الطفل او انت بتستخدميها وطفلك معاكي. في منها منتجات كتيرة جدا، ده المنتج ده 2 في 1 شامبو وشاور جل في نفس الوقت، 2 في 1 علشان يوفر عليكي اولا في الفلوس، وثانيا في انك انت ما تاخديش معاكي كذا حاجة وانت نازلة، هي عبوة واحدة للشاور لو رايحة مصيف او لو رايحة عند قرايبك، ويعني ممكن تدي شاور للبيبي عند اهلك او كده، فبتبقى ممتازة. والعبوة نفسها معمول لها ديزاين كده من الجنبين، ان فيها زي تكتشر او خامة كده، يعني زي ما انتوا شايفين مش ناعمة، بحيث انها ما تتزفلطش منك وانتي بتحمي البيبي، تقدري ان انتي تبقي ماسكاها مع الرغوة وكده ما تتزفلطش منك. فهم الصراحة مفكرين في كل حاجة، وزي ما انتوا شايفين الكلمة محفورة من فوق، كلمة سانوسان محفورة من فوق على العلبة. كل دي منتجات ممتازة جدا. ده برضو منتج 2 في 1 عبارة عن كريم للحفاضات، كريم منطقة الحفاض وباودر في نفس الوقت، يعني 2 في 1 برضو زي ما قلنا، توفيرا للفلوس وتوفيرا ان انت تبقي تاخدي معاكي كذا حاجة، ومكتوب عليه اهو 0% من المواد الكيميكلز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتبقى موجودة في اغلبية منتجات الاطفال بس هي مضرة. فماركة سانوسان المنتجات الكيميكلز دي فيها 0%. كل منتجات سانوسان واكتر من 4000 منتج من مستلزمات البيبي المهمة والاساسية والضرورية موجودة في معرض لينا بيبي ستور في اسكندرية، ونشحن كمان لكل المحافظات. رقمنا 012-700-6001، صفحتنا على الفيسبوك لينا بيبي ستور ايجيبت. المنتج اللي بعد كده معانا الباودر لمنطقة الحفاض، طبعا جميلة جدا وبتبقى ناعمة على بشرة الطفل، وريحتها جميلة وملمسها فظيع، وطبعا بتحسن جدا من ملمس منطقة الحفاض، خصوصا طبعا ان احنا بيبقى الموضوع طول اليوم البيبي، يعني بيبقى المنطقة دي اغلبية الوقت مبلولة وكده، لازم طبعا من اول ان شاء الله ما تولدي البيبي لازم يتحط يا باودر يا كريم الحفاض ده بعد كل غيار. العبوة زي ما انتم شايفين محكمة الغلق، ليها طريقة معينة لقفلها، دي الاخرام بتاعتها، وليها طريقة معينة لفتحها، ان انت لازم بتضغطي عليها لتحت وبعدين تلفيها علشان تفتح، لو في العادي بتلف كده مش بتفتح بسهولة، ده ليه علشان وانت بتبقي
بتغيري للبيبي وحاطه حاجه الغيار جنبك، بيبقى البيبي ساعات بيهبش الحاجه ويفتح ما تدلقش وتبهدلك الدنيا. فيعني مفكرين في كل حاجه، ودي الرسمه بتاعتها طريقه فتحها اهي. طبعا المنتجات دي انا كنت بستخدم منها لاولادي، والشامبوهات والكير اويل واللوشن بتاع الجسم. في امهات بتقولي ان هي بتستخدم منه من كتر ما قد ايه هم يعني ناعمين وكويسين جدا على البشره. دي الصابونه بتاعت سانوسان برضو، سعرها تحفه جدا. والصبح انتي صاحيه عايزه تغسلي للبيبي ايده ووشه علشان طبعا التعقيم وكده، بمنتهى السهوله. وكمان لما ابنك يبتدي ان هو يكبر بقى بيغسل ايده لوحده، يبتدي يغسل ايده لوحده، برضو تعرفيه الصابونه. منتجات سانوسان دي مناسبه من اول يوم ولاده ولغايه سن 10 سنين للاطفال. ده الكريم من منطقه الحفاض، النوع التاني برضو ده الحجم الكبير بتاعه. الحجم الكبير بتاعه عن تجربه وعن كذا كلاينت وكذا عميل جولنا يعني اشادوا بيه ان الحجم الكبير هو اكتر حجم موفر فيهم. في طبعا منه الحجم الصغير، بس يعني احنا ما بقناش نجيبه لان هو اللي بيبقى السحب اكتر على الحجم الكبير، لان انت كده كده اوريدي هتستخدميه من اول يوم وهيقعد معاكي يعني كتير، فهو اكتر حاجه موفره ليه. طبعا برضو مكتوب عليه 0% من المواد الكيميكلز المضرة للأطفال، مادة الفورمالين والكورتيزون والكحول. وده الكير اويل او الزيت بتاع الجسم، برضو ممكن برضو بتستخدميه في منطقة الحفاض لترطيب البشرة. بصوا برضو في الجزء بتاع ان احنا ما يتزحلقش مننا واحنا ماسكينه، طبعا بيدي يعني نعومة ويرطب جلد الطفل، وخصوصا برضو في الشتاء مع الـ يعني الجلد بيقشف شوية او بينشف، بيبقى طبعا تحفة. وبرضو في الصيف برضو بيبقى جميل جدا. وده كريم الستريتش ماركس او علامات التمدد لبشرة الام، لبطن الام الحامل، بتبتدي تحطيه من وانتي حامل علشان تمنعي ظهور العلامات دي او تقللي حتى على الاقل ظهورها. بيبقى شكلها طبعا مش مناسب جدا، مش مناسب ابدا يعني بعد الولادة. ده الى حد ما بيقلل العلامات دي، برضو ممتاز جدا. وسعره بالنسبة للمنتجات اللي في السوق يعني كويس جدا. في اسعار بتبقى يعني 200 جنيه و250 و300 و350. فهو ده شكل الكريم من جوه وعلبته، وممتاز جدا. دي منتجات سانوسان كلها بجد منتجات ممتازة فوق الوصف. هكلمكم بقى على منتج هو مش سانوسان، بس منتج الصراحة برضو لازم كل ام وهي بتشتري حاجة البيبي لازم تجيبه معاها، وسعره برضو حلو في رينج 40 جنيه او 50 جنيه. الترمومتر الديجيتال، احنا بصي من اول ما البيبي يتولد هتلاقيه يعني ربنا يحميهم ويحفظهم كلهم، بس على الاقل حتى التطعيمات لازم هيدفى بعدها او يسخن، فانت لازم يبقى عندك الترمومتر الديجيتال ده علشان تقدري انت كأم لسه جديده. طبعا احنا ما بنعرفش نقيس درجه الحراره وبسهوله وكده، فده بيسهل عليك الدنيا. غير طبعا بعد الشر لا قدر الله لو في اي تعب من برد او سخونيه، فالترمومتر الديجيتال ده برده متوفر عندنا في معرض لينا بيبي ستور. السعر برضو حسب الماركة 40 أو 50 حسب هو ماركته ايه. بمنتهى البساطة وسهولة بتدوسي على الزرار كده وتحطيه من الناحية الحديد اللي انا شورت عليها اللي على الشمال دي تحت باط الطفل، فبيظهر لك درجة الحرارة في الشاشة دي بالارقام الديجيتال بس. وبعد ما تخلصي استخدامه ويظهر لك درجة الحرارة بتدوسي على الزرار وتقفليه. ومعاه العلبة بتاعته لحماية اكتر طبعا في شنطتك وفي الخروج او انتي واخداه معاكي في التطعيم، وتقدري تعقميه بمنتهى السهولة والبساطة بالالكحول او بالكولونيا لو معاكي او كده. ده برضو من المنتجات الحلوة جدا وامهات كتير بتنساها، بس قلت يعني افكركم بيه في الفيديو ده. عندنا برضو في المعرض بقى الاوفر الجميل ده لبيبرونات شيكو، لبيبرونات ماركة شيكو. البيبرونة ماركة شيكو عليها تتينا ماركة شيكو هدية، يعني التتينا ماركة شيكو سعرها 99 جنيه. لا انتم مش هيدفع سعرها، هي هيبقى سعر البيبرونة بس ماركة شيكو، والتتينا معاها هدية تتينا سيليكون ماركة شيكو. من كل ناحية بتبقى سيليكون علشان تبقى ممتازة للطفل يقدر ان هو يعضعض فيها او يمسكها عادي ما تخبطهوش او تقلمه. ف دي هدية عندنا في المعرض على بيبرونات شيكو ناتشورال فيلينج اللي هي بتحاكي الرضاعة الطبيعية، وبتبقى مماثلة لثدي الام، وبتبقى انتي كوليك بتقلل الغازات.
الفيديو ده كده كان فيديو النهاردة، وهسيبكم مع بعض صور لمنتجات الموجودة في المعرض. عندنا اكتر من 5000 منتج من مستلزمات البيبيهات والامهات الحوامل، من اول ما تعرفي ان النص بطنك لغاية سن 4 سنين، كل مستلزمات الرضاعة وسراير البيبي والسترولرز عربيات البيبي والكار سيتس والمشايات والالعاب وكل ادوات الاستحمام كل حاجه فروم اي تو زد هتلاقيها عندنا في المعرض، وطبعا بنشحن لكل المحافظات. اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، باي باي.